وجدت زعماء عازمين لمنع الصراع الذي واجهه اليوم من الانتشار وبذل كل ما هو ممكن لمنع التصعيد وتوسيع رقعة الصراع. لقد تبحثنا أيضا بشأن المستقبل، مستقبل هذه المنطقة، وأعتقد ثمة اتفاق واسع بشأن بعض الأهداف، وبينها أن إسرائيل عليها يجب أن تكون حرة في العيش في السلام والأمن بعيدة عن أي تهديدات من جيرانها. ثانيا، أن الضفة الغربية وغزة ينبغي توحيدهما تحت حكم فلسطيني. ثالثا، مستقبل المنطقة ينبغي أن يكون مستقبل التكامل وليس الانقسام والصراعات. ورابعا، حتى يحدث ذلك نريد رؤية إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذه الأمور لن تكون سهلة، والجميع أقروا ب الصعوبات الموجودة ولا يرون أن الأمور يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها، ولكن اتفقنا على العمل المشترك وتنسيق جهودنا من أجل مساعدة استقرار غزة، وكذلك رسم مسار للفلسطينيين والعمل من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة على المدى البعيد. وجدت أيضاً لدى الجميع بأن البلدان التي زرتها والقادة الذين تباحثت معهم ملتزمون لاتخاذ قرارات صعبة من أجل تحقيق هذه الأهداف. والآن سوف أنتقل إلى إسرائيل. سيكون لدي الفرصة لأتقاسم مع إسرائيل كل ما سمعته في هذه الجولة، وستحدث إليهم أيضا عن مستقبل الحملة العسكرية في غزة، وسوف أضغط من أجل الحاجة الملحة لبذل المزيد لحماية المدنيين وضمان أن المساعدات الإنسانية تصل لأولئك الذين يحتاجون إليها. سوف نركز على جهودنا المستمرة لاستعادة الرهائن سواء كانوا أمريكيين أو إسرائيليين أو غيرهم، وسوف نتحدث عن مستقبل هذه المنطقة وكذلك بالنسبة لإسرائيل. وأنا مقتنع بأن ثمة مسار مستقبل يمكن أن يجلب سلام وأمن دائم لإسرائيل، ويضمن أن 7 أكتوبر لن يتجدد مرة أخرى، ويمكن أن يوحد المنطقة ويحقق طموحات الشعب الفلسطيني، وسيتم ذلك بطريقة يسمح لهذه المنطقة لتركز على المستقبل وليس تحديات المستقبل. والآن جاهز لتلقي بعض أسئلة. خلال زيارتك حاولت أن تفادي توسيع رقعة الصراع، والآن تم قتل زعيمين من حزب الله، ألا يوسع ذلك رقعة الصراع؟ هناك أيضا تصريحات بشأن التركيز على الهجمات التي يقوم بها الحوثيين. ما هي رسائلكم بشأن جهود الولايات المتحدة والتحالف ونواياها بشأن الضربات العسكرية المحتملة في اليمن؟ أولا، فيما يخص لبنان، إنه ليس من مصلحة أي طرف سواء كانت إسرائيل أو لبنان وحزب الله تحديدا أن يكون هناك تصعيد ونشوب صراع، والإسرائيليون قالوا أنهم يريدون التوصل إلى سبيل دبلوماسي يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى منازل. هناك 100,000 إسرائيلي نزحوا وتم إجلاؤهم من منازلهم بسبب تهديدات حزب الله، وهذا أيضا يسمح للبنانيين بالعودة إلى ديارهم. نعمل من أجل ذلك دون هوادة بالوسائل الدبلوماسية. ثانيا، فيما يتعلق بالبحر الأحمر، المجتمع الدولي كله يواجه تحديا. هذه الهجمات والاستمرار الحوثيين في استهداف الملاحة الدولية هو تهديد الجميع. تبحثنا بهذا الشأن. هناك حوالي 15% من التجارة العالمية تمر كل يوم عبر البحر الأحمر.
وهذه الهجمات لها تأثير حقيقي على الأسعار التي على الناس أن يدفعوها للحصول على الغذاء والأدوية والطاقة، وسفن عليها تغير مساراتها. والمبدأ الأساسي لحرية الملاحة هو على المحك. المجتمع الدولي إذن له مصلحة في الدعم هذا المبدأ. وكما قلت هناك 40 دولة اجتمعت لقول إن ما يقوم به الحوثيون يجب أن يتوقف، وأكدوا إذا ما استمر ذلك سيكون هناك عواقب. إذن رؤيتنا القوية وما نفضله هو أن يتلقى الحوثيون الرسالة التي تأتيهم من بلدان العالم بأن هذا يجب أن يتوقف، وهذا ما نركز عليه. بعد هجوم السابع من أكتوبر، أنت والرئيس بايدن بدأ بأنكم سعيتم إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح صعبا لأن هل ستواصلون ذلك؟ ذلك يمكن سوف يسمح لإسرائيل بالاعتراف بطموحات الفلسطينيين. ماذا قاله لك ولي العهد الأمير محمد بهذا الشأن؟ ما هي الشروط الضرورية لتطبيع العلاقات؟ وما رأيك بشأن ما على الولايات المتحدة وإسرائيل قيام به للتوصل إلى اتفاق؟ ثانياً، هل ولي العهد الأمير محمد أشار إلى ما يمكن أن يقوم به بعد الحرب في غزة؟ بالنسبة للشق الثاني من السؤال، ما وجدته في كل محطة هو رغبة لدى كل الدول المعنية للقيام بجهود مهمة لمساعدة غزة لتستقر الأمور فيها. وسمعت ذلك في كل مكان زرته، ومن الأمور التي سوف نعمل عليها معا هو ما يتطلبه ذلك تحديدا وما يمكن للبلدان القيام به تحديدا. أما بالنسبة للاندماج وتطبيع العلاقات، نعم تباحثنا بهذا الشأن في كل المحطات بما في ذلك هنا في السعودية، واستطيع أن أقول لك أن هناك مصلحة واضحة هنا لاتباع هذا السبيل، وكذلك بالنسبة للمنطقة أيضا. ولكن ذلك سيتطلب أن يتوقف النزاع في غزة، وهذا يتطلب بوضوح أيضا أن يكون هناك سبيل واضح لإقامة الدولة الفلسطينية. هذا ما سمعته من كل من تحدثت إليهم. الاهتمام موجود وهو حقيقي ويمكن أن يتحقق. شكرا جزيلا لكم جميعا.